اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم عندنا لكم بهذا العود مشوق وطربي جدا. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السيدر درجه اولى قطعتين، المضرب من السيسم بالاضافه للفرس، هذا هو النقوش الدمشقيه هنا. دائما بنسال عن الشمسيه شو النقش الموجود فيها، هذه من العظم على فكره، ومن اضافه الشمسيه والقمريات. الاسماء المقامات يا جماعه منقوشه هنا في إطار الشمسية نفسها. الزند عندنا مطعم من العظم والسيسم، الظهر من السيسم بالكامل بالإضافة للعظم هون كمان حاضر معنا في الزخرفة بالإضافة للمزيك. نعود بالكامل. الزند والبنجق بالكامل من السيسن، المفاتيح أبانوس درجة أولى، الزند عياري من هنا بنقدر نتحكم بالدوسة اللي هي بعد الوتر عن المسطرة أو عن الزند بطبيعة الحال، بكل سلاسة مجرد شد ورخي من هنا. الأوتار عندنا من البيراميد لود دوزان دودو. قياسات هذا العود: العرض 36، العمق 21، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. نبدأ الآن نختبر العود ونسمع صوته في المساحة الصوتية، أكيد مثل ما تعودنا دائما. Thank you.
بالتوفيق والقاكم على خير. إلى اللقاء.